إبراهيم أحمد، انضميت للإخوان المسلمين سنة 90 والتحقت باللجنة الإعلامية بعد 2005، وحاليا مسؤول لجنة الإنتاج الفني التابعة للجنة الإعلامية محافظة اسكندرية تابعة لجبهة محمود عز. في الآونة الأخيرة جالنا تكليفات من قياداتنا في الخارج من دولة تركيا وقطر إن إحنا نعمل فيديوهات مفبركة وفي للأحداث اللي على الساحة حاليا زي الكورونا وسد النهضة والمشكلة الليبية وانتخابات مجلس الشيوخ، وفي سبيل ذلك بيبعتوا لنا دعم مادي بستلمه من مسؤولي الحركي رمزي. باخد التكليفات دي وبديها لفريق الإنتاج اللي احنا خدنا ليه مقر في اسكندرية، بيقطعوا الفيديوهات ديت وبيركبوا عليها أصوات ويحطوا عليها أرقام غير حقيقية وأشياء غير حقيقية، وبديها لمسؤول اللجنة في المحافظة وهو بيبعتها للجنة في الخارج بيعتمدوها وينشروها على قنواتهم الشرق ومكملين، وبعدين بيرجعوها لنا تاني بننشرها على قنوات اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا. كل ده بنعمله من أجل تغليب الرأي العام ضد النظام وعودة الإخوان المسلمين للحكم حتى من خلال ثورة. لو الموضوع هياخد وقت مش مشكلة، لكن ده الخط اللي احنا ماشيين فيه.